أعزائي أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وقفة مع السلوك. اليوم غادي نطرق الموضوع مهم ألا وهو عدم اجتهاد بعض الأشخاص والتواكل. يعني بعض الأشخاص يتعلقوا أخطائهم على شماعة الآخرين ودائما هما ضحية الظروف وضحية المجتمع وضحية كل شيء. فإذا لا أعطيكم السر، الناس اللي مجتهدين وتيزيدوا القدام أكيد هما ناس تيعملوا. يعني الانتظار دائما الحلول من العالم الخارجي ما يمكن لهاش توصلك المسألة يعني أبعد من اللي تقدر أنت فيه. فدائما نقف مع نفسي ونشوف شنو هو المعطيات اللي عندي. أكيد عندك خصال جيدة كأي شخص عنده طبعا قدرات. الأهم هو أنك تشوف هذه القدرات ديالك شنو ممكن تدير بها، كيفاش ممكن تزيد القدام. يعني مثلا ربما يكون عندك صوت حادب، ربما يكون عندك أفكار جيدة، ربما تتعرف ترسم، ربما أكيد عندك قدرات. خاصتك تقلب على هذه القدرات ديالك وتشوف أنك كيفاش تزيد بها القدام. فما يمكنش أنه نتسنى دائما العالم الخارجي ونعمل واحد الجهد مع الأشخاص في النفاق إلى آخره باش أننا نوصل المسائل. هذا استثمار ضائع وفاشل. نقلب على شنو ممكن أنا ندير بالمعطيات الداخلية ديالي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال واحد المقولة معروفة عن الأرزاق جميلة جدا نقولها لكم، هو أنه هناك رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك. ما معنى أن رزق يطلبك ورزق تطلبه؟ يعني الرزق اللي تطلبه أنت، الرزق الذي يطلبك غادي يجي عندك وإن كنت على ضعف. يعني وخا يكون ما درتي والو غادي يطيح عندك، كأنك مثلا غادي يقولوا لك اهلا وسهلا ربحتي في القرعه او شي حاجه، ربحتي قرعه غتمشي الامريكان الى اخره، وان اجتهدت ومشيتي سجلتي نفسك. لكن رزق تطلبه يعني تا هو رزقك، ولكن ما غتحصلش عليه الا بسعيك وانك مشيتي تطلبه. فالاول الرزق الذي يطلبك هو فضل من الله سبحانه وتعالى، والرزق الذي تطلبه هو عدل من الله سبحانه وتعالى. وما تنساوش سلوكك يحدد قدرك.